السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم جميعا؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. احنا عند محل خضار وفاكهة في شارع اسكندرية، في شارع الجلاء بالتحديد، جنب عطارة الرحمة وصبحي العطار. هنشوف كده الأسعار ايه وانقلها لكم مع بعض. طبعا المتابعة اللي كانت بتسألني على التين، التين بدأ ينزل اهو، الكيلو ب 80 جنيه. تمام، كيلو ب 80، والشمام عامل 20 جنيه، العنب 50، احمر والاصفر والاسود حاجه تحفه، والبناتي عامل 60 جنيه. هو ده اسمه ايه؟ ده اسمه ايه لو سمحت؟ بالكنتالوب ده عامل 25. ماشي، نخش كده المحل. بصوا، البرتقال عامل 20، البرتقال عامل 20، وده جميز عامل 150. ماشي، البرقوق عامل 80، والمانجا عامله 60 اهي، والمانجا دي برضو عامله 60، والتفاح عامل 100. تمام، بصوا التفاح المصري، لا ده خوخ، انا اسفه، الخوخ عامل 60 جنيه، والتفاح المصري عامل 50 جنيه. والبطيخ الكيلو كام؟ الكيلو ب 12. ما شاء الله، حاجة ورد الورد، ورد الورد. هي دي اسمها ايه بعد اذنك؟ كانتالوب فرنساوي اللي انا وريته لكم بره، سعر الكيلو 25 جنيه. والقرع العسل الكيلو بكام؟ عامل 20. هو ده ايه حضرتك؟ شيكو؟ بصوا يا جماعه، فاكهة استوائية بكام حضرتك الطبق ده؟ 100 جنيه. بصوا شيكو، فاكهة استوائية، عنده حاجات جميلة. ماشي نكمل كده. بصوا المانجا دي ب 80 صح؟ عويس. دي ب 250، افوكاتو، افوكاتو ب 250 ب 200 جنيه، كيوي ب 200 جنيه. هو انا قلت لهم ده جميز صح كده؟ ده خوخ طعمية يا جماعة، اسمه كده خوخ طعمية او فراخ، ب 150 جنيه. بصوا الفاكهة عنده ما شاء الله جميلة. بصوا المانجا دي برضو ب 60، والتفاح المصري، واللي جوه كمان احلى واحلى. بصوا ده ب 40 اهو. وميزة بقى المحل هنا ان هو خضار وفاكهة، صح كده؟ انتوا الخضار تبعكم. ادي 50 جنيه. هو البطيخ ده اسمه ايه بعد اذنك؟ ايه؟ طب بكام؟ ده بطيخ اصفر الكيلو ب 50 جنيه. هو المحل اهو. بصوا الباميه ب 60 جنيه، والجزر ب 15، والخيار عامل 25 جنيه. الطماطم برضو هنا ب 10، كيلو ب 10، وتنقي براحتك. الفاصوليا ب 40 جنيه، والبتنجان ب 30، والثوم بكام حضرتك؟ اللفة دي ب 40 جنيه، والفلفل الأحمر البلدي عامل 30 جنيه اهو، مش عارفة عكسة ليه اهيت، 30 جنيه. نلف كده، الفلفل الحامي عامل 30، والبتنجان العروس عامل 30، الكوسة عاملة 30 اهي، والبنجر عامل 20، والفلفل الأخضر عامل 30 اهو، 30. المحل ما شاء الله في كل حاجه، في الخضار وفي الفاكهه. البصل بقى، البصل الاحمر ب 15 جنيه، والاصفر برضو ب 15، بطاطس، هنشوف البطاطس ب 25، بطاطس التحمير الحمراء ب 25، والبطاطا الكيلو ب 20. حضرتك بينقوا عادي صح؟ تنقيه عادي، ماشي حياتك. هو محل فيه كل حاجة اهو. والبتنجان الرومي عامل 20 جنيه، والقطع 20 جنيه،
كل حاجة ما شاء الله موجودة، حتى القلقاس حضرتك، حتى القلقاس موجود عامل 30 جنيه. بصوا الملوخية، بصوا ملوخية جميلة بكام الملوخية؟ ايه الرابطة ب10، ايه الرابطة اهي، بصوا الرابطة ب10. وفي ورق عنب والخضرة، كل الخضرة اهي موجودة، البصل اهو اسمه خضر، فواكه وخضروات الحاج احمد ابو كامل، الحاج احمد ابو كامل. بصوا هو في وش ايه، انا هقول لكم في وش ايه، في وش العطاره، في مفتاح السيد اهو، مفتاح السيد اهو، هو في وشه على طول. تمام، يا رب يكون الفيديو استفدتوا منه. بصوا برده اخد لكم الفلفل الاحمر ده ب30، في الليمون الايطاليا، والفلفل الاخضر ده عامل 30 جنيه. يا رب يكون استفدتوا واستمتعتوا بالفيديو، ما تنسونيش مصالح دعواتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.